عمدت الحكومة الفيدرالية إلى توزيع ملايين الدولارات على البلديات بمناسبة العيد الوطني في كندا والذي يصادف اليوم الأربعاء، إنما تحفظت أوتاوا عن الكشف عن بعض التفاصيل المتعلقة بتلك النفقات. اعتمد أعضاء مجلس الشيوخ الكندي وقبل تعليق الأعمال بمناسبة العطلة الصيفية مشروع قانون مثير للجدل في الأوساط النقابية، وذلك دون إدخال أي تعديلات عليه. ويلزم القانون رقم 377 النقابات العمالية بالكشف عن كافة النفقات التي تتخطى عتبة 5000 دولار وعن أسماء المسؤولين الذين تتخطى رواتبهم 100000 دولار. وكان المجلس العمالي في كندا قد أعرب عن عزمه رفع هذه القضية إلى المحاكم لإبطال القانون المشار إليه الذي وبحسب رأيه ينتهك الحياة الخاصة، فضلا عن أنه خرق واضح لصلاحيات المقاطعات الكندية. وقد أعربت 7 مقاطعات كندية حتى الساعة عن اعتراضها على إرادة الحكومة الفيدرالية بعد أن انضمت مؤخرا حكومة راشيل نوتلي في ألبرتا إلى المجموعة المعترضة على مشروع القانون. أعلنت الحكومة الفيدرالية في أوتاوا عن انتهاء مهمة القوات العسكرية الكندية في غرب أفريقيا، حيث عمدت القوات إلى تقديم المساعدة في المنطقة على مدى 6 أشهر لمواجهة أزمة الإيبولا. وكانت مجموعة مؤلفة من الأطباء والممرضات والمسعفين الطبيين تعمل في سيراليون منذ كانون الأول ديسمبر الفائت. وفي إطار المهمة الكندية المشار إليها والتي تحمل اسم عملية سيرونا، عملت القوات العسكرية الكندية في وسط وحدة معالجة الإيبولا في كيري تاون التي كانت بقيادة الحكومة البريطانية. أكد زعيم الحزب الديمقراطي الجديد توما ميلكير أنه لم يكن ينوي أبدا الترشح عن حزب المحافظين في الانتخابات الفيدرالية لعام 2008 خلافا لما نقلته مجلة ماكلينز. فقد ورد في المجلة الأسبوعية أنه بعد مرور وقت قصير على انسحابه من منصبه كوزير للبيئة في حكومة جان شاري في كيبك عام 2006، عمد ميلكير إلى تباحث مع حزب المحافظين سعيا وراء شغل منصب مستشار لزعيم الحزب ستيفن هاربر. وأشارت ماكلينز إلى أن دخول ميلكير إلى مكتب رئيس الوزراء كان سيكون بمثابة رافعة له للترشح تحت مظلة المحافظين في الانتخابات الفيدرالية لعام 2008. ووفقا للمعلومات التي نقلتها المجلة الكندية، تعثرت المفاوضات حول المسائل المتعلقة بالراتب، فقد تبين أن ميلكير كان يطالب براتب سنوي بواقع 300000 دولار، في حين أن حزب المحافظين عرض عليه راتبا بقيمة 180 ألف دولار سنويا. وافقت وزارة الصناعة الكندية على صفقة بيع سيرك دي سولي إلى شركة الاستثمارات الأمريكية تي بي جي لرؤوس الأموال. وأكد وزير الصناعة جيمس مور أن المعاملات التي تشمل استثمارات أجنبية تخضع لمراجعة معمقة على ضوء الفوائد الاقتصادية الكندية الناجمة عنها. أدى تهديد جديد بإمكانية وجود قنبلة على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية ويست جيت إلى تحويل مسار الطائرة التي تؤمن خدمات الرحلة رقم WS-323 بين تورونتو وساسكاتون. وعادت الطائرة للهبوط في مطار ساسكاتون وتم إجلاء الركاب البالغ عددهم 113 راكبا وخمسة أفراد من طاقم الطائرة عبر باصات نقلتهم إلى مبنى المطار، علما أن الشرطة فضلت إبقاء الطائرة بعيدة عن منفذ العبور إلى المطار لأسباب احترازية. هذا وكانت مساء الاثنين الفائت قد اضطرت طائرة أخرى تابعة للشركة نفسها إلى الهبوط في مطار وينيبيغ، علما أن الرحلة كانت تصل بين مدينتي إدمنتون وتورونتو، وذلك بسبب تهديد لم يتم الكشف عن طبيعته. بذلك يرتفع عدد الحالات التي تعرضت فيها طائرات ويست جيت تحديدا للتهديد بظرف عدة أيام إلى 4 حالات. اضطر 3000 شخص على الأقل إلى مغادرة منازلهم في شمال مقاطعة ساسكاتشوان الكندية بسبب حرائق الغابات والدخان الكثيف والخطير الذي يغطي المنطقة منذ عدة أيام. وتستعد السلطات المحلية لإصدار تعليمات جديدة لإخلاء مناطق أخرى في الجوار بسبب تفاقم الوضع. واندلع حتى الساعة 522 حريقا في مقاطعة ساسكاتشوان منذ بداية الموسم الحالي، علما أن المقاطعة تسجل خلال هذه الفترة من العام نحو 150 حريقا في الغابات.
مع هذا الخبر ينتهي الموجز، شكرا للمتابعة.